سعداء أن تكون ضيفا عزيزا وغاليا علينا في واحد من الناس في يوم ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا وأشكرك على هذه إتاحة هذه الفرصة الطيبة في مناسبة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم المبارك الكريم ماذا يحمل إليك هذا اليوم؟ بتشعر بإيه ونحن نحتفي ونحتفل بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في ذكرى مولده؟ أشعر بالروحانيات التي تهل علينا بهذه المناسبة، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحيانه وأحواله، وذكريات طيبة دائمة بميلاد السيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أظن حضرتك لك ذكريات جميلة مع مولد الرسول، خصوصا في احتفالات مولد النبي على مدار سنوات طويلة. أذكر منها تحديدا مع الرئيس الراحل أنور السادات في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. نعم، من زمان، من أيام الزعيم أنور السادات، ومرورا بالرؤساء الرئيس مبارك والرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا شكل الاحتفال بيكون ازاي دكتور أحمد؟ يعني الاحتفال بيبقى بالقرآن الكريم في الرئاسة، القرآن الكريم وتكريم حافظة القرآن من كل بلاد الأرض، كل الدول الإسلامية، تكريم النابغين من في حفظ القرآن وأصحاب الأصوات الجيدة، ويبقى بالقرآن والتكريم وإلقاء الأحاديث سواء من سيادة الرئيس وشيخ الأزهر السيد وزير الأوقاف. الآية اللي كنت بتحب دايما حضرتك على مدار سنوات طويلة، احنا بنتكلم في أكثر من 40 سنة الحقيقة، مثلا في عهد الرئيس السادات، كنت تحب تستهل احتفال مولد النبي في حضور الرئيس، ايه الآية اللي كنت تحب دايما تستفتح بيها؟ الآيات المناسبة، يعني الآيات المناسبة لهذه المناسبة، يعني زي الآيات اللي أنا قرأتها في الأول، أو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، أو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، أو إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذه كل في سياق هذه الآيات كلها، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى لآخر الصورة ألم نشرح لك صدرك. هذه كلها آيات تذكرنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو أن القرآن كله يذكرنا. أظن أيضا حضرتك كان ليك ذكريات في مولد النبي مع الملك محمد السادس، مظبوط؟ لما كنت في المغرب. لا، الأول الملك الحسن الثاني هو سمعني في، يعني في رمضان مرة كنت في السيدة زينب، وأول الفضائية المصرية ما انطلقت، فعملوا تقليد، كنا بنقرأ القرآن في الإذاعة في صلاة الفجر، عملوا التلفزيون برضو بقى يزيع، يعني الإذاعة تزيع والتلفزيون يزيع، فهو الفضائية المصرية كانت الوحيدة اللي في الأجواء زمان، يعني يمكن فضائية أو اتنين منهم المصرية كانت متميزة جدا. فالملك الحسن كان غاوي يشوف الفضائية المصرية، هو أنا قرأت في السيدة زينب في صلاة الفجر وروحت لقيت التليفون الأرض ما كانش فيه محمول، ده في منتصف التسعينات كده، بيكلمني وزير الأوقاف المغربي بيقول أنا الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري وزير أوقاف جلالة الملك الحسن الثاني، أنت الذي قرأت القرآن في الفجر؟ قلت له نعم. قال لي طيب جلالة الملك سمعك وعاوزك في الدروس الحسنية في رمضان، كنا في رمضان. امتى؟ قال لي بكرة.
فقلت له أنا بكرة رايح لبنان، كان في أمسية القراءات العشر في لبنان. قال لي طب وماله؟ هيجي لك واحد تيجي بعد بكرة. بصيت لقيت واحد من السفارة جاي خد الباسبور، مسافة ساعتين جاب التأشيرة والتذكرة. والتذكرة إيه؟ القاهرة بيروت بكرة اللي أنا رايح لبنان، وبعدين اليوم التالي بعد ما خلص الأمسية القراءات العشر هناك بيروت باريس، باريس كازابلانكا، عشان ما فيش خط مباشر على طول. ورحت والملك جلالة الملك الحسن الله يرحمه شافني وقال لي أنا سمحتك في السيدة زينب باللفظ كده. وأنا يعني كنت شغوف إن أنت تيجي تقرأ القرآن في الدروس الحسنية. والدروس الحسنية دي عبارة عن الملك قاعد في الوش كده، والقراء والعلماء في يعني بالمواجهة في منبر صغير، أقرأ نص ساعة والدرس مثلا ساعة إلا ربع، وفي البهوة بتاع القصر. واللي الناحية دي زي حضرتك ما أنت قاعد، كبار رجال الدولة الوزراء بتوع المغرب، وزي ما أنا قاعد هنا السفراء، سفراء الدول. ورئيس السادات بقى اختارك ازاي قارئ لك؟ الرئيس السادات شافني وسمعني على رصيف 9 في البحرية، كنت مجند ضابط احتياط، ضابط طبيب احتياط، فكنت مشهور في اسكندرية، يعني ده الكلام ده في اسكندرية، كنت مشهور في اسكندرية. فالبحرية لما رحت اتجندت في البحرية عارفيني من اسكندرية يعني. فلما جاء الرئيس يزور يوم البحرية يعني في مناسبة معينة على رصيف 9، وكان الخلفية بتاعتنا اليخت الحرية أو المحروسة في منصة صغيرة كده، وقرأت القرآن وقالوا لي تفتتح الحفلة للسيد الرئيس أنور السادات. وكان أيامها الفريق أحمد إسماعيل هو اللي كان وزير دفاع، أيوه، وقائد القوات البحرية الفريق أبو ذكري. تاني مرة الصيادين، عملوا يوم للصيادين في اسكندرية، عيد للصيادين. جاء شيخ الصيادين يعرفني من الحتة بتاعت الأنفوشي دي، بروح لأن كنت بقرأ القراءات العشر للشيخ أم السعد في الأنفوشي، وكنت بقرأ في سيد المرسى أبو العباس وسيد البصيري الحتة دي، يعني بقرأ فيها القرآن. فالشيخ الصيادين عارفني، قال لي أنا هعمل يوم للصيادين، عيد للصيادين، وهعزم الرئيس أنور السادات تيجي تقرأ. قلت له آجي. فقرأت في الرئيس السادات، شافني تاني مرة بقى مبسوط قوي، برافو 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 برافو. التالتة الدكتور حمدي السيد تعرف، كان في مناسبة في الإسكندرية باختصار، يعني أنا مش عاوز أعرف أقول المناسبة إيه عشان هناخد كلام كتير. شافني في مناسبة في إسكندرية، قال ده أنا أنت طبيب، طيب أنا هعمل يوم للطبيب في القاهرة، وهعزم الرئيس السادات تيجي تقرأ. قلت له آجي. رحت، دي كانت التالتة. تبت بقى، ضمني لسكرتيرة الخاصة لسيادته، طبيبا خاصا وقارئا لرئاسة الجمهورية. كنت أيضا طبيبا للرئيس السادات. كنت طبيب في أي مجال بقى؟ هو إحنا كنا يعني سكرتير طبي، يعني إيه؟ بشوف له الضغط الصبح، إبرة، ما أعرفش إيه. هو عاوز دكتور الأسنان، تحجز الأسنان للبيت، يعني أطباء مخصوصين، الأطفال برضو كنت أنا أتدخل في علاج الأطفال مع الدكتور ممدوح جابر الله يرحمه. أنا كنت أول واحد لو عزناه كنا بنجيبه، يعني زي ما أكون سكرتير طبي. أنا بجيب دكتور الأسنان مثلا لو في حاجة لا تستدعي العيادة كان يجي، أنا اللي كلمه، هو الرئيس هيكلمه. فكان دي يعني يطلق عليا طبيب خاص، وما كنتش لوحدي، كنا كذا واحد، يعني لأن واحد هيفضل قاعد إيه العمر كله، لا، كل واحد يومين كده، يومين يومين يومين. طبيب وقارئ للقرآن. يعني حتى صلاة الجمعة، يوم الجمعة بيبقى النبطشية على الثالث، كنا ثلاثة يعني مثلا ولا أربعة، ثلاثة، أنا جمعة وده جمعة. أنا ساعات جمعتي تيجي طبيب وقارئ في الاثنين، طبيب وقارئ. هو كان يصلي الجمعة ويسمعني كل جمعة في أي مكان، يعني مثلا إيه إن كان في مناسبة في إذاعة وتلفزيون أقرأ، في الإسماعيلية، في الإسكندرية،
في السويس. طيب ما فيش برضو بيصلي وانا اقرا. يعني مثلا كنا في اسوان في مسجد الخزان على على على, على جنب خزان اسوان على طول. في الاسماعيليه في المعديه في يعني مسجد في الاسماعيليه. ولدرجه ان مره من المرات كان بيروح بدري، يعني مره من المرات راح بدري الجامع، وحكاها الدكتور عبد المنعم عماره كان محافظ الاسماعيليه. قالوا لي ابلغوني في المكتب ان هو قالها في اتكتبت واتصل بيا وقال انا قالوا لي الرئيس في الجامع. الله ده راح قبل ما نروح احنا، لانه الصبح قال للضابط نمره واحد توفيق قورة الله يرحمه، قال له نعم موجود يا قورة، قال له نعم يسبقني على الجامع. انا رحت الجامع هو وراي جاي يسمع. فعبد المنعم كان يحب يسمع قران رئيس السادات قوي قوي. الدكتور عبد المنعم عماره بيحكي، انا ما شفت ما اعرفش السيناريو ده. بيقول ان قالوا لي ده الرئيس في الجامع، قال لي يبقى انا الم ورقي بقى واروح. ازاي انا ما كنتش انا مستقبله؟ بيقول رحت الجامع وانا واجل، يعني هقول له ايه؟ فبيقول رحت يا سياده الرئيس بس حضرتك جيت بدري. قال له اقعد يا عبد المنعم، ده انا جاي اسمع الدكتور نعينا عم بيقرا القران. بيقول ارتحت لما هو ايه يعني ببساطه قوي، يعني ان قال له اقعد تسمع القران. فراح من غير الحرس ما يضربوا على الجامع ولا بتاع، راح بدري. مره كنا في مسجد الخزان برضو جاء قبل الاذان بقى 45 دقيقه، انا بروح قبلها بساعه ساعه ونص لازم اكون جاهز. انا ببص من الشباك، الجامع فيه شباك وفي مدخل شمس والدنيا برد في ديسمبر 80 سنه 80، ومدخل شمس بقى وانا قاعد واقف في الشمس كده. بصيت لقيت الرئيس داخل، يعني جاي نزل من العربيه هو والمهندس عثمان احمد عثمان بس فقط، ولا المحافظ ولا الحراس ولا جاي اسمع. انا عارف ان قريت 45 دقيقه بالتمام والكمال ما شاء الله.